السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه csm.ai، بديله برومت يبدأ يعمله لي حاجة 3D بالشكل دوت، يعني نفس المنظر من أكتر من جهة، وممكن يعمل لي حاجة 3D. طيب هقول له randomize، يبدأ يعمل حاجة جديدة ويبدأ إن هو يكونها، وتقدر تعدل زي ما أنت عايز، تقول له generate image فيبدأ يعملها لي بالشكل دوت. ممكن أقول له اعمل لي صورة جديدة فيبدأ يعمل لي 4 صور كلهم تقدر تكبرهم وتبدأ إن أنت تشتغل عليهم. دي أنا كنت عملتهم قبل كده. عندي image to 3D، لو أنت عندك أي صورة تقدر تعمل له upload ويبدأ إن هو يحولها لك لل 3D. بس تديله مثلا ممكن إيه، تديله 20 صورة للحاجة، يعني عندي مثلا المايك تقدر تصوره من جميع الجهات ويبدأ إن هو يتعامل معاه. مثلا عندي اسد اهو، صورت شويه صور حلوه، تمام، اقول له اوبن، هو يبدا يحللها بحيث ان هو يحولها لي لحاجه 3D. بعد كده هقول له نيكست، هبيبدا بقى يحلل الصوره ويشوف اني صوره اللي المفروض تتحط مع الصوره اللي جنبيها، تمام، بيبدا يوفقهم مع بعض. فعملهم لي بالشكل دوت، انت بقى تبدأ تختار اني الافضل او اني الادق بالنسبة لك. مثلا دوت، تمام، ممكن تقول له عايز اعمل بريفيو فيبدأ يوريه لك بشكل افضل اهو، تقدر بقى تشوفه كبريفيو، وتقدر بقى تخليه كمثلا او بي جي او جي ال بي او يو اس دي زي، وممكن تحمله كصوره لو انت عايز، تمام، يعني تخلص البريفيو بعد كده تقول له ايه فاينل مش. طيب هنا ممكن نقول له كلوز. عندنا هنا اي اي وورلد ريندر، تقدر تعمل ريندر اللي انت عايزها. عندي ريل تايم سكتش تو 3D، طيب خلينا نشوف اي اي 3D ريندر، اي حاجة هتكتبها له هيبدأ يعمل لها ريندر بالشكل دوت. فمثلا نقول له سن لامب، ممكن نقول له مثلا كيت، رسم لنا القطة بالشكل دوت. بيرسملك انواع كتيرة من القطط او بيعملها رندر انواع كتيرة، تقدر تعملها اب سكيل، تقدر تعملها سيف، تقدر تشوفها 3D، تحصل عليها ك3D بالابتدي اللي انت عايزه. بيبدأ يدرسها من جميع الحاجات، تشوف انهي وجه بقى الافضل ويسيفالك زي ما انت عايزها. طيب خلينا نرجع باك، نروح بعد كده ريل تايم سكتش تو 3D. اي حاجه هتعملها هيبدا يعمل لها ريندر على طول. ممكن تقول له انا عايز حاجه معينه فيبدا ان هو يعملها لك، مثلا كات مثلا اهو. ونيجي هنا عايز بقى انت تعدل اي حاجه، مثلا ريكتانجل، انا قلت له قطه فبدا يرسم قطه وبدا يحطها في المكعب اللي احنا رسمناه بالشكل دوت. وممكن تحط صوره برضو تدخلها معاه في قلب فكره الريندر. وبرضه تقدر حط القطة في قلب المكعب اللي احنا عملناه. بالشكل دوت. تمام، بعد كده تقدر تسيفه كصورة او ك3D.